اعتراضات الضلوعية قد تضع تربية صلاح الدين بالمرتبة الأولى على العراق، والطوز الخامس عالمياً بدرجات الحرارة. السوداني يتضامن مع 60% من الشعب العراقي، وأبناء المناطق المحررة ينتظرون فك أسر العفو العام بالبرلمان. المفوضية تستثني كركوك من لم الشمل الانتخابي، والصدر يحدد بوصلة النفوذ الشيعي في انتخابات مجالس المحافظات. نازحو جرف الصخر خارج العودة الطوعية بداية أيلول المقبل، والزهيري يقتحم عالم الصيدلة بكرسي متحرك من ذي قار.